عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كل عام وحضرتك يا شيخ. وانت طيب وبخير وعافية. يا حضرتك صحة كاملة. الحمد لله الله يسلمك. الحمد لله. لو سمحت شيخ كان عندي سؤال بعد اذنك. دلوقتي كنت بكلم مراتي وكان جنبها اخوها صغير حوالي 7 سنين او 6 سنين بالضبط يعني. تمام؟ بس هو هكذا يعني ايه سن شوية فايه احنا بعملها لسه هو كبير يعني مش صغير وكده. انا بكلمه هو بيفهم وبيتكلم حلو يعني طريقة كلامه كويس. كم سنة كم عمره؟ هو 6 سنين. وبعد والسؤال؟ تمام. والسؤال هو جاي بيقول لي شوف مراتك بتعمل ايه عشان هي زهقتني. فانا بقول له بهزار بقول له هي إيه دي مش مراتي دي اختك انت. ده الكلمه اللي طلعت مني فعلا انا عليا فيها. بعد كده رجعت عرفت الكلام فكلامنا ايه؟ لا لا تأكيد بقى هل عليا وزر او عليا مثلا اي حاجه؟ لا 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 لا, لا مش حاجه مش حاجه لم يرد بها الا الخير يعني. نفس يعني نفس اللفظ كده قلت له لا دي مش اخت مش مراتي دي اختك. نفس اللفظ كده. انا ما اعرفش يعني وقع الله لا قدر الله وقع يعني ولا ما فيش اي حاجه؟ ما فيش اي حاجه.